التطير هو التشاؤم، يعني يتوقع المصيبة تأتي، يتوقع الشرور تحل به، نسأل الله العافية والسلامة، لا يتوقع الخير. نعم. سنوي التطور. التطير. التطور. سنوي أمبارا. سنوي يزن ميتشيت شوي شدو زقوا دمنو. سنوي تميتشيت شوي راسو ميشني فا. لفهم ميشيت كنا فا أمبارا جا زي تكنزل ميتشيت شدو زقوا دمنو. يعني مثلا يرى طير أسود أو يرى كلب يقول اليوم تأتي المصيبة. سنوي وش ما يتك فور ما يتبارا نام يتك أمبو ما يتبارا سنوي أنجوان أمبارا دي كتون قلين للوزة. يده هذه اليسرى مثلا فيها حركة أو فيها شيء يقول الآن تأتي مصيبة. سنوي راهو سنوي زيز ما ينجي لتانا نا ما ري راهو يمارا نيز دي فاهو يمارا دي لوزة وزة. في الصباح وهو خارج إلى العمل يرى رجل أعور عينه فيها مرض مثلا يقول أنا لا أذهب إلى العمل اليوم لأن هذا أعوذ بالله شر. هذا من الشرك. ما علاقة هذا الأعمى أو الطير أو الحيوان؟ ينو بارن لي فانجيشني راه مندالو جيكلين تيكي لي فور نا ري بيبرينا بارن. وبعض الناس يتشائم ببعض الارقام سنوي نشاشنا مول بيجنا بارن دي سنوي ما ميتشكا زنوي يقول رقم 7 لا احب رقم 7 عملنا راني ريني نيميرو رينا بارن روتشوي نيميرو 6 بارن سميتام فاش ما بيشاشام كوتش بارن. أو يتشام ببعض الأيام يقول يوم الأربعاء هذا لا أعمل فيه شيئا. أساساً ليقول كوزن ما ميتكا رين سفيد رين ما ميتكا عندرين رارين بار عملي عنجو سوي عنجو لربيم بار دي عنجو راتيم كبار. أو ببعض الأماكن يقول أنا لا أمشي من هذا الطريق كل ما أمشي فيه يحصل لي حادث. سنوي زاوي بار مشوي ساساً ليقول زنوي متين وي امري بلاص اساسن ري دي شميتان كونفرساسي لا زاوي مندالو ري بلاص ري تجو مسرا ما زوي يتطير ببعض الالبسه امري نا بري كونبار ممي تشكان زي راجي كوي المسلم لا يتطير سنوي المسلم مبار شي مروان زان في هيك كذا الذي يتطير مشرك منافق سنوي دي روح ما نغرايا فلان روح مبار دي مشرك نا منافق سنوي بنوصاب المسلم يتفاءل دائما سنوي للمسلم بارا تي ما لا يرتشيت صار سكان فارا سنوي ما نفوا في جيل صار سكان فارا. ولا بد ان ننكر هذه الاشياء من يقول سيقع الشر نقول انت تعلم الغيب سنوي رايا بتذكرين بارا تي تكون سكان الشر عن